يعني بالحقيقة أنا أشكرك، لأول مرة أرى صوت مرتفع يصف الواقع الحقيقة بالجائحة. نتكلم عن جائحة، ووصفت الوضع الإفلاس المائي بالموت، وعندما نتكلم ببيانات لا نستطيع إخفاء الصورة. اليوم الخزين متدني جدا، بعض أحواض النهر لربما وصلت إلى ملاعب لكرة القدم، قتل التنوع الأحيائي، التغيير الديموغرافي، الأمية، المجاعة، الإصابات، لا نقول المسببات المرضية. ما وصلني هذا الشيء مرضية. من السيد معاون ومدير عام في وزارة الموارد المائية يتحدث بطريقة هادئة، ما وصلني إنذار بكلامه. يعني كنت أسأله كان كلش مسترخي بالإجابة، لاحظته؟ يعني هسه أنا بديت أحس منك أكو خطورة. لا أنا قلت لك أنا أشكرك لأن وصفت الوضع بالجائحة، وجائحة خطيرة جدا. أول مرة كل اللي تحدثت عنه بداية تقريرك هي تحذيرات منذ عام 2009 عندما شهدنا شحة أيضا لم تصل إلى هذه الدرجة، لكن للأسف الشديد رغم ما تكلمت عنه صحيح المشاكل السياسية الإرهاب، بل أزيد أكثر من هذا أنه ملف المياه ابتعد من أن يكون ملف تنموي أصبح ملف سياسي. هذا جانب خلينا نتكلم عنه، والآن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وطنية. أما بالنسبة للدكتور غزوان فهو تكلم يعني للإنصاف، وزارة الموارد المائية لا تتحمل هذا الملف بوحده، وهنا الخطأ الكبير. عندما نحمل هذه الوزارة التي هي مسؤولة عن نقل المياه الخام وتركنا باقي المسؤوليات، تركنا الخارجية التي تركت كل حقوق العراق مع دول المشاركة، غياب تام للخارجية العراقية، تركنا الوزارات المستهلكة والتي تعمل على هدر كمية كبيرة من المياه، تركنا المحافظات التي قامت بتجاوز كبير على